خوتي خواتاتي، ها واحد. السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم افيت طونجي جات وجابت الجديد والحصري. لابارتمون اللي جبنا لكم اليوم راها طاحت كامله، وتعاودات وتصلحات وتفينات داكشي ديال 2023 2024. يعني ابارتمون اللي غادي تدخل ليها من نهارك ما غادي تضرب فيها حتى مسمار. ابارتمون مصلوحه، موقع غزال، إصلاحات رائعة والإطلالة أروع. خليكم معنا باش نعطيكم المعلومات على هذه الشقة، فين جات والمتراج والثمن. خليكم معنا وكملوا معنا الفيديو حتى الاخر. كيف ما قلت لكم، هاد لابارتمون راه معاوده بالاصلاح كامله. كيف ما شفتوا فاتي وراتكم الدخله ديال الدار، هنايا كيبقى الصالون، وعاد كاين السيجور، السيجور اللي كاين هنايا، وعاد كاين جوج بيوت النعاس، ومع الدخله راه بقات الكوزينه والحمام. هاد لابارتمون راه فيها 81 متر، بس في الايطاج الرابع، جات ما بين فافلوري وسواني. هيا فاتي غادي طيب لكم في الصالون، المقعد هو الاولاني، وانا غادي نقول لكم الموقع فين جا هاد لابارتمون. جا الموقع ديالها ما بين فافلوري وسواني، كيبقى قريب لكم فافلوري، البساتين، رون بوان ديال 20 غش، كتبقى قريبه لكم لالا شافيه، قريبه لكم رون بوان ديال كاستيا. يعني هاد لابارتمون كتعتبر في قلب مدينه طنجه. هاد المراكز هادو كاملين اللي قلتهم لكم راه تقدروا تدوروهم غير على رجليكم. ابارتمون اللي في سونتر فيل، المرافق العموميه والخصوصيه كلشي حداكم، طاكسي مع الباب، الطرامبيات حتى هما مع الباب. وما غاديش تحتاجوا كاع الطاكسي، راه غير على رجليك تمشي لالا شافيه، تطلع للسواني، تطلع للكاستيه، مبروك، كلشي كيبقى قريب ليك. الاصلاحات اللي دخلات مولات هاد لابارتمون ها نتوما كتشوفوا، كيف ما قلت لكم راه لابارتمون كامله كامله رابت بالسلوكه ديال الضو، بداكشي ديال الماء، تيوات الماء، كلشي كلشي راب وتعاود. عاودات القبص، صباغه، عملت بزاف ديال الديزاينات اللي جدادين ورائعين وغزالين في هذه الشقه هذه. كيف ما كتوريكم فاتي مع الدخله ديال الصالون، اختارت انها تعمل هذا الديزاين هذا ديال القبص اللي كتقدر تستغلو، كتعمل فيه ديكورات، وكيجي بحال الشكل ديال تقويصه ديال الباب. هنا غادي ندخلو للصالون اللي كاين مع لابارتمون هذه. الصالون راه باقي، يلاه بدات في الاصلاح، دارته كامل بالزليج، وعاد اختارت انها تبدا هذا النوع هذا ديال الزليج، عملاته الزليج المغربي المعروف به بلادنا اللي كيبقى دائما غزال ورائع ومعمرو كيدي موضه. اختارت انها تعمل هذا القبص هذا اللي باقا ما كملاتوش، هي كانت كتصلحها على اساس انها غتبقى فيها ديما. بالحق كتشاء الاقدار ان الواحد كيضطر انه يبيع الملك ديالو. بالحق هنا تقدروا تعملوا مثلا داك الخشب سي ان سي لازر، اولا تعملوا الزاج على حسب كل واحد كيفاش غادي يبغي يكمل هذا القبص هذا. الصالون تبارك الله راه المساحه ديالو كبيره وواسع، غادي يجيكم داير بالستاتر والكتاره وجوج طبلات في الوسط، مساحه اللي معتبره. الشقه راه عندها جوج ديال الواجهات، الفاصاد الاولى من هاد الاتجاه كتبان لكم طنجه كامله والديور ديال طنجه كامله، والفاصاد الثانيه حتى هي عندها منظر غزال. يعني فين واقفه انا المنظر يا سلام. بغيتو تكتشفوا الاطلاله، ما عليكم غير تعيطوا لنا وتجيو تشوفوا الشقه وتشوفوا الاطلاله. من بعد ما شفنا الصالون، السيجور ديجا راه فاتي ديطاياتو ليكم. ونزيد نذكركم لابارتمون كتباع خاويه بلا فراش. وبالحق هانتوما كتاخذوا افكار، اذا كان عندكم سيجور المساحه ديالو قد هذه، تقدر تعملوا له هاد التفريش هادي ديال الكنابي بالطبيله ديالو، كتجي فريشه انيقه وغزاله. والمساحه مع الدخله ديال الدار كتبان لكم لابارتمون مبهجه، يعني كتدخلوا كتلقى ابارتمون مصلوحه بلي سبوت ديالها، فراش عصري، كتعطيكم شي حاجه ديليكس. دابا غادي ندخلوا نشوفوا بيت النعاس الاولاني والثاني ديال هاد لابارتمون هادي، اللي كيف ما قلنا لكم فيها 81 متر في الايطاج الرابع، جات ما بين سواني وفافلوري. بيت النعاس الاولاني دي حتى هو مصلوح، فيه الباركي في الارض، فيه هاد النوعيه هادي ديال القبص مع لي سبوت ومع لي ديالها، يعني غرفه اللي تصلح يا اما تخليوها للوليدات البنيتات ديالكم، اولا تعملوه بالدكلاس. وحق ماشي ضروري، عرفتوا علاش؟ حيت كاين المقعد. يعني هذا يقدر يجيكم غير شي بيغو
على حساب مود الدار اذا ما كانش عندك الوليدات، او لا تعملوا بيت الضياف. المهم هذا بيت ثانوي، عندكم جوج بيوت النعاس، كان عندكم وليدات هذا لوليداتكم، ما كانش عندكم وليدات هذا الضياف اللي غادي يجيو عندكم لطنجه، ومرحبا بكم كاملين في طنجه. دابا غادي ندخلوا الغرفه الرئيسيه اللي تبارك الله المساحه ديالها غزاله وكبيره، هذا الفراش كبير بالكوكيتات ديالو بالماريو، هذا راه ماشي ماريو الحيط، هذا راه ماريو عادي. وبالحق غير لاحظوا معايا المساحه ديال الباب، راه ماريو كبير تبارك الله، واربعه د البيبان، واخد مساحه كبيره من لا شومبر، وعاد بقات لكم هاد المساحه هذه اللي تقدروا تعملوا شي طبيله بجوج كريسات او لا كانابي هنايا على حساب نتوما والاحتياج ديالكم. الغرفه راها كبيره تبارك الله، مشمسه وضاويه، غير اليوم راه كاينه الشطانجه عليها ما غتبانش لكم الشمس. بالحق الابارتمون راها عاليه، جات الايطاج الرابع، جوج الواجهات، حتى شي حاجه ما كتبان قدامكم، والاطلاله من هنايا عاود راها غزاله. وعلى ما لاحظت ان مولات لابارتمون اختارت انها تعمل طيقان كبارين من الطرف حتى للطرف، باش هكا كتدخلكم شميسه، وحتى اذا ما كانش الشمس وكان الجو مغيم كتدخلكم الاضاءه حتى لوسط البيت. من بعد ما شفنا لا شومبر الاولى والثانيه والصالون والسيجور، دابا اجيو ترجعوا معايا للدخله ديال الدار اللي غادي نشوفوا فيها الحمام والكوزينه. ها هي فاتي كضرب لكم دويره على وسط الدار. كيف ما قلت لكم باقي لنا الكوزينه والحمام، اللي حتى الكوزينه تبارك الله عودتها بالاصلاح كامله، راها كانت على ما شفت التصاور راها كانت في شكل ولات في شكل اخر. حتى من الكولوار ديال الدخله ديال لابارتمون اختارت انها تعمل ليها هذا الديزاين، هذا القبص الرائع الغزال. الباب حتى هو راه مبدل، هادو البيبان جدادين ديال تركيا اللي ولاو دابا شي حاجه صحيحه. وابارتمون راه ما عندك ما تصلح فيها غير غتكمل القبص اللي كاين في الصالون. ودابا غادي ندخل للحمام اللي حتى هو اختارت انها تعمل ليه هذا الباب ديال الالومنيوم والمرايه. والحمام حتى هو راه واخد مساحه كبيره تبارك الله، وخلات ليه البانيو ديالو بالالومنيوم، خلات مساحه ما بين البانيو ولافابو، يعني خلات حمام كبير تبارك الله. ها هي فاتي كتصور لكم المساحه، وهذا الشيء كامل راه معاود، لا من الزليج لا من البانيو لا من لافابو، كلشي كلشي معاود، ما خلات حتى شي حاجه من اللي دخلت عليها اللي كانت في لابارتمون. ابارتمون مصلوحه 100%، جات في قلب مدينه طنجه، ما غاديش تحتاج للطوموبيل نهائيا. اجي مرحبا بك في طنجه، جيب عائلتك اجي وتسارى، راه طنجه فيها ما يتشاف، ومرحبا بالناس كاملين. هنا لابانيو ديالنا اختارت انها تعمل ليه زليج مغاير، وعلى ما لاحظت فاتي انها خلات واحد المساحه ما بين البانيو والالومنيوم لتحت، ياك فاتي؟ المساحه هذه صراحه الله كتقدر تستغل تحط فيها داك الحوايج اللي غادي تحتاج في الحمام، يعني مساحه صراحه الله ذاتها راه مفيده كتنفع. وخلات البانيو كبير، يعني واخا دارت البانيو كبير بقى الحمام كبير. من بعد ما شفنا الحمام غندخلوا المفاجاه ديال هاد الشقه الكوزينه اللي كبرات فيها وزيناتها ورداتها غزاله تبارك الله. اجيو تشوفوا معايا الكوزينه. كوزينه المساحه ديالها كبيره وواسعه، واللون الابيض عطاها عطاها جماليه وزينها. هانتوما كيف ما كتشوفوا راها كامله عملاتها دايره بالبلاكارات ديال الام دي اف، وكل حاجه خلات ليها لومبلاسمون ديالها، وحتى من الفوق دورتها كامله بلاكارات، وخلات حتى المطاع ديال الثلاجه حتى هو عملاته اونكاستري. كوزينه كبيره غزاله، دخلات عرفات تستغل المساحه ديال البالكون، دخلاتها في الكوزينه وبقات ليها كوزينه كبيره، كلشي في بلاصتو. وعاد عملات الطاقه ديال الكوزينه من الطرف حتى للطرف اللي كتطلل على منظر رائع. اذا بغيتوا تكتشفوا المنظر والاطلاله ما عليكم غير تواصلوا معنا، حنا نجيوكم شوفوا الموقع والمنظر تعجبكم الحال ان شاء الله. هنايا هنايا اختارت انها تعمل طبيله بجوج ديال الكريسات، واختارت تعمل هذا القبص هذا في الكوزينه، هذا الزليج عفوا في الكوزينه كامله، يعني ابارتمون مصلوحه 100% من نهارك تسكن، جيب غير حيل ديالك وليداتك ومرحبا بكم في طنجه. هاد لابارتمون فين جات؟ جات ما بين بافلوري وسواني طنجه، جات
المواطع اللي قرابين ليها، قريب ليها فافلوري، قريب ليها بساتين، قريب ليها الرون بوان ديال 20 غشت، قريب ليها الرون بوان كاستيا، قريبه ليها لاله الشافيه. واذا وصلتي لاله الشافيه ها انت وصلتي لعين قطيوط وايبيريا والمصلى والمدينه. واذا هبطتي ليها عاود من جهه ديال رون بوان كاستيا ها انت وصلتي لمبروك شارع فاس. يعني منين ما مشيتي كتخرج القلب مدينه طنجه، فيها 81 متر في الايطاج الرابع، معوده كامله مكموله، ما عندك ما تصلح فيها. جات في الايطاج الرابع والثمن ديالها 63 مليون فقط في هاد الاصلاحات كاملين اللي شفتوهم معانا. والمفاجاه تصريح 100% ديكلاراسيون توتال. حتى اذا بغيتي تشري ابارتمون تهنى من الكره تاخذها هي تخلص راسها، يا اما تكريها بحكم انها جات في السونتر فيل والثومه الكرائيه ديال هنايا في هذا الموقع هذا مرتفعه، او لا تاخذها تعيش فيها انت ومراتك وليداتك وكتهنى من الكره. الثمن ديالها بالدرهم 630 الف درهم مغربي بالنسبه للناس اللي غادي تبغي تبدل العمله ديالها. عجباتك خالتي، عجباتك عمي، عجباتك اخي، عجباتك اختي، سهله. عيطوا لنا في هاد الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، عطيونا هذا الرقم وحنايا نجيبوكم تشوفوها ان شاء الله. وسارعوا للاتصال، راه الناس ولاو كيتقلقوا كيقول لك ابارتمون يلا حطيتوها ما دركناش نشوفوها، راه المزيد غير كيديروا بهم. فسارعوا للاتصال باش حتى شي واحد ما يبقى فيه الحال، وان شاء الله نحاولوا نديروا لكم الخاطر كاملين يا ربي. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الحصري والجديد باش ما تفلت لكم حتى همزه، كاين انستغرام هنايا، دخلوا تابوناو. ما عرفتوش خذوا غير الاسم اللي كاين في الكابتور ديكرون، غوشيرشيو علينا في الانستغرام، فعلوا الجرس باش كيبقاو وصلكم ديما الجديد ديالنا. وهاد لاشين الرئيسيه ما تنساوهاش من الدعم ديالكم، تابوناو اذا كنتي باقي ما ابونيش، فعل الجرس وعاونونا باللايك، عاونونا باش نبقاو نجيبو لكم ديما الهمازي. خوتي خواتاتي الله يسهل عليكم كاملين حتى تعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم اللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.